بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، وصفت الحكومة اليمنية تهديدات الميليشيات الحوثية بامتلاكها مخزونا من الصواريخ البالستية ونيتها استهداف العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الإماراتية أبوظبي بأنها دليل دامغ على الرغبة الإيرانية في جعل جماعة الحوثي الإرهابية حزاما ناسفا في خصر المنطقة العربية. وأكدت أن التهديدات الحوثية تمثل إعلانا رسميا بوفاة أي جهود سياسية تبذل لحل الأزمة اليمنية، وحذرت من أن التصريحات تقضي تماما على اتفاق ستوكهولم المترنح أصلا وعلى أي جهود يقوم بها المبعوث الأممي الخاص لليمن والمحاولات لتنفيذ ولو أجزاء بسيطة من هذا الاتفاق. التهديدات الحوثية وتنفيذ أجندة إيران في المنطقة موضوع حديثنا وتغطيتنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. هذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان أهلا وسهلا بك. يا أهلا، مساء الخير أبو عمر، وحيي مشاهديكم الكرام. ومساوك بالخير والسعادة. هذه التهديدات سنناقشها، إلى أي مدى كيف استطاعت الميليشيات الحوثية أن تخرج إلى مربعة التهديد؟ من الذي مولها بهذه الصواريخ التي تدعي امتلاكها؟ إلى أي مدى أيضا ما زالت قادرة على التأثير في المشهد؟ كل هذا سنناقشه معك، لكن أولا نبدأ بمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزملاء. القوات المسلحة تمتلك مخزون استراتيجي من الصواريخ البالستية. قواتنا المسلحة قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ البالستية في وقت واحد. تصريحات تقضي تماما على اتفاق ستوكهولم. بهذه العبارة وصف ناطق الحكومة الشرعية التهديدات التي أطلقها الحوثيون عن امتلاكهم مخزون صواريخ بالستية ومخزن أهداف مدنية وعسكرية في الرياض وأبوظبي. ناطق الحكومة راجح بادي أكد أن التهديدات الحوثية تمثل إعلان وفاة لكافة الجهود السياسية وتقضي تماما على اتفاق ستوكهولم المترنح أصلا، فيما تؤكد التهديدات وفقا لبادي أن الخيار الوحيد للحوثيين هو الخيار العسكري. بعيدا عن تصريحات الحكومة الشرعية وعن الجدل الدائر حول التهديدات الحوثية وما إن كانت تهديدا حقيقيا أم مجرد استعراض لاسترضاء أنصار الداخل ولفت أنظار الخارج، بعيدا عن كل ذلك تساءل كثير من اليمنيين وغيرهم، ألم يحن الوقت بعد لوضع حد للميليشيا؟ تساؤل ينطلق من حقيقة إدراك اليمنيين لكون الكيد الحوثي ضعيفا لو تمت مواجهته بإرادة موحدة تستعصي على المعارك البينية التي تستهلك الشرعية وتستهدفها وتظهر الميليشيا في حجم أكبر من حجمها بكثير. ووفق مراقبين ففيما يبدو البعض مشغولا باستهداف مكونات الشرعية وتفكيك صفها، تبدو الميليشيا منشغلة بترتيب صفها الداخلي وإحكام السيطرة على كل شيء، وهي تحركات كان من آخرها إضافة محمد الحوثي لكيانهم المسمى بالمجلس السياسي. وفيما يطلق متحدثوهم تهديدات عسكرية تبدو أخطر كتائبهم منشغلة بأخطر المعارك الحوثية، معركة حوثنة جيل كامل يتم استهدافه في المدارس والمحاضن الحوثية التي تنتشر في مناطق سيطرتها انتشار النار في الهشيم. واقع يؤكد ما علق به ناطق الحكومة على التهديدات الحوثية، فإيران تريد أن تجعل الحوثيين حزاما ناسفا في خصر المنطقة العربية، تعليق دفع كثيرين للتساؤل عن جدوى مضي التحالف والشرعية على مسار خديعة المفاوضات، بل عن جدوى الاستمرار في مواجهة الميليشيا بخطيئة إنشاء ميليشيات أخرى تلتقي مع الحوثيين ظاهرا في هدف استهداف الشرعية، وتشير كل الدلائل لالتقائها ضمن الخطة الإيرانية. معطيات تجعل التسريع بحسم يستأصل الأورام من الجسد اليمني ومنع تمددها باتجاه الجار السعودي، كما تريد إيران ومن يدور في فلكها سرا وعلانية آخر العلاج الذي لا مجال لتفويت وقته، وما سوى ذلك تحريك مجاني
لتروس المخطط الإيراني. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا لمناقشة موضوع التهديدات الحوثية وتنفيذهم لأجندة إيران في المنطقة مع ضيفي هنا الذي أجدد الترحيب به، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيل. أهلا وسهلا مرة أخرى أستاذ سليمان. مرحبا، حياك الله سيدي مختار. أستاذ سليمان، هل خرجت الميليشيات الحوثية من معركة حجور منتفخة حتى تطلق مثل هذه التهديدات؟ ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أنا لا أعتقد أنه التصريحات الحوثية هذه المتصاعدة أنها نتيجة لانتصارات ميدانية أو مكاسب ميدانية. الحقيقة تأتي هذه التصريحات وفق الإطار الاستراتيجية الإيرانية. إيران اليوم جمعت رئيس الأركان العراقي والسوري مع رئيس أركانها، وهي تعلن لنا حلف عسكري في شمال الجزيرة العربية، وهي تصعد وهي تحارب. طبعا خلي الإيران تصعد لأنها بلد الحقيقة فقير ومعدم، وخلي ينفق حتى يسقط. إذا كانت إيران لا تدرك احتياجات شعبها ولا تدرك ضعف اقتصادها فلتفعل ما تشاء، لكنه لا ينبغي على الطرف الآخر أن يكون مستعد لهذه الاحتمالات للتصعيد العسكري في المنطقة. يعني الحركة الحوثية لا تفصلها عن التصعيد الإيراني في 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 في, في سوريا. يعني هذه جزء من هذه، وهم على كل حال لم يخجلوا من ربط كل الجبهات بمنظور استراتيجي واحد. والسيد حسن نصر الله قال إنه يعني حرب عسكره في اليمن أشرف عنده من حرب إسرائيل، وهو أرسل جنود لليمن باعترافه هو. والإيرانيون لا يخفون أيضا أنهم يقدمون خدمات واستشارات وخبراء للحوثيين. طبعا هما في واقع الأمر هما اللي يطلقون الصواريخ، هما اللي يرتبونها، هما اللي يوضبونها ويعيدون جمعها وتفكيكها ونقلها. والحوثيين يعني هم واجهة وغطاء للحرب الإيرانية في جنوب الجزيرة العربية. وحنا نعرف هذا. هنا عن صواريخ السؤال صناعة سموها 100%. يتحدثون عن صواريخ أنهم صنعوها 100%. منو اللي صنعها؟ الحوثيين. أنت تصدق أنه سكان الكهوف هذا عبد الملك اللي قاعد في كهف يصنع صواريخ باليستية ووصل إلى مستوى كوريا الشمالية؟ ما لا، كلام غير طبيعي. طبعا حنا حدث العاقل بما يليق فإن صدق فلا عقل له. حنا نعرف أنه الموجود في اليمن الآن هم الإيرانيون، والاستراتيجية الإيرانية استراتيجية تصعيد، ورأيناها صعدت في سوريا وصعدت في العراق وصعدت في واليوم تصعد في اليمن. والتصريحات هذه طبعا مرتبة للأخ اللي تكلم هذا، أنا ما أدري هو وزير إعلامه ولا ما أدري مين، الناطق باسمه، الناطق باسمه، هذا مكتوبة له، هو يقرأ ويقوم بأدوار الحوثة، يقوم بأدوار تسند له، ليست أدوارهم، وليسوا حكومة ولا يمثلون لا اليمن ولا العرب، يمثلون الإمام الخامنئي. هم هذا هو تمثيل، والحرس الثوري هو اللي يعد لهم هذه البيانات، احنا عارفين هذا. يعني ليس خافيا على الجميع. طيب أستاذ سليمان، هذه التهديدات يجب ان يعني تؤخذ بمحمل الجد، يعني هذا سؤال، او يعني بمحمل الواقع ان الميليشيات الحوثية ربما ليس بمقدورها أن تصل لما قالت، يعني كيف أنت تقرأ؟ لا، ومهدد بأكثر من ذلك. طبعا اليوم في معلومات أنهم عندهم تدريب في اللحية، تدريبات لعودة تهديدهم للملاحة في البحر الأحمر. وطبعا التحالف مراقب من الوضع على كل حال، وعارف اللي يجري في اللحية، والمعلومات اللي عند الحكومة الشرعية، عند مخابراته وعند مخابرات التحالف، في تكامل توزيع أدوار وتكامل في الرؤية، وكله مرصود، وأي حركة بيضربون. يعني في البحر الأحمر لا يمكن السماح بأي يعني عمل ضد الملاحة الدولية.
السؤال ما هو هذا، السؤال الآن ما هو موقف الأمم المتحدة اللي قاعدة الآن لها شهرين وهي تقول بنفذ اتفاق ستوكهولم، وقاعدة تضغط على الشرعية، وأخونا رئيس وزراء اليمن اليوم يقول حنا نقدم التنازلات وفق إطار المرجعيات. يعني إذا هي تنازلات تكتيكية مقبول هذا الكلام، لكن إذا هو بيقدم تنازلات على حساب السيادة اليمنية وعلى حساب الأمن القومي اليمني والأمن القومي السعودي، مرفوض الكلام هذا، لأنه ما في تنازلات تقدم اليوم لإيران إطلاقا، لا غير مقبول لا من السعودية ولا من اليمنيين ولا من الأمن القومي العربي. نحن الآن قدمنا كسعوديين وكيمنيين آلاف الشهداء لهذه المعركة المصيرية الوجودية في اليمن، لأنها معركة أمة، ما هي معركة أشخاص ولا معركة دول، هذه معركة أمة. طيب. ولذلك أنا أرجو إنه هذا المارتن جريفيث اللي قاعد اليوم بشرنا بتسوية جديدة وبتكتيكات جديدة وبتعديلات وبخطة ومدري إيش، لا نأخذه بمحمل الجد، ويجب أن يقال له إنه أنت تطبق اتفاق السويد ولا مع السلامة. ما عندنا إحنا لعب في أمننا القومي، نحن نقدم ثروات شعبنا ونقدم أمن أرواح أبنائنا ونقدم أمننا القومي الآن عرض الخطر بسبب حرصنا على مستقبل أجيالنا ومستقبل بلدنا ومستقبل أمتنا. إذا الجريفيث ورئيس فريق المراقبين بيحققون الذي تم الاتفاق عليه في السويد فبها، أما غير ذلك فلا. وأنا ودي الحقيقة إنه الحكومة اليمنية تبلغ جريفيث إنه خيار الحرب لم يلغى في الحديدة، ينبغي أن يكون واضحا، لأنه ما ممكن أنا أتلقى قذائف الحوثي كل يوم في التحيتة وفي الدريهمي وفي اليوم ضاربين مقر اللجنة الحكومية اللي تفاوضهم. نعم. إيش الكلام هذا؟ وليش ما يرد على هذه مصادر النيران؟ ما أدري هو يرد وما يرد، لكنه المعقول والمقبول أن يكون فيه رد وأن يتصاعد الاشتباك إذا بدأوا الحوثيون في عملية عسكرية. هذا اللي ينبغي. هذا الشيء طبيعي. طبيعي. لأنه هناك ردود من قبل الحكومة على التهديدات الحوثية، أعلنت بأن هذا يعتبر إعلان رسمي بوفاة جهود سياسية تبذل لحل الأزمة اليمنية. سأعطي هذه النقطة أيضا مجال وسأناقشها معك، لكن اسمح لي معي الآن عبر الهاتف اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة. سعادة اللواء محسن خسروف، أهلا وسهلا. أهلا بكم وبضيفك الكريم. مرحبا سعادة اللواء. كيف تفهم هذه التهديدات الحوثية اليوم بامتلاكها مخزون من الصواريخ وأنها تهدد دول الجوار، الرياض عاصمة المملكة وأبوظبي عاصمة الإمارات، بعد 4 سنوات تقريبا من الحرب؟ شكرا لك يا عزيزي. انا طبعا لم اشاهد الحلقه منذ البدايه، واذا لم تسمي ذاكره الصوت فمعك الاستاذ العقيلي او العقيلي. ايه الاستاذ سليمان العقيلي. نعم. سليمان العقيلي. نعم. من الصوت فقط لاني لم اشاهد الحلقه. ايه نعم. انا طبعا اثني على كل ما قاله في الجزء الاخير اللي سمعته في الدقيقه الاخيره. هذه ليست معركه السعوديه ولا معركه اليمن، هي معركه قوميه. الملك سلمان استوعبها منذ البدايه التنسيق والتفاهم مع فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، واستوعب أنها معركة العرب، ولذلك كانت عاصفة الحزم. وعاصفة الحزم هذه لم تكن رد على انقلاب الحوثي ولا رد على شركائه، ولكنها رد على مخطط كبير يستهدف الأمن القومي العرب بوضوح شديد يعني. والمخطط كان واضح، تطبيق الجزيرة العربية والخليج العربي، السيطرة على باب المندب، السيطرة على المناح الدولية، وتشييع المناطق اليمنية والمناطق الحدودية المجاورة، عينهم كما قالوا في بوضوح على الحرم النبوي وعلى المكي وعلى غير، يعني عينهم على المملكة العربية السعودية وعلى المنطقة بشكل عام. هذه مسألة واضحة.
وكل هذا الكلام لا علاقة له لا بعلي ولا بفاطمة ولا بالحسن ولا بحسين ولا بأي شيء آخر. هذا مشروع تاريخي واضح الأهداف والوسائل، ولذلك كانت عاصفة الحزم عملية عسكرية عربية خالد. نعم. بدون حضرجان وبدون كلام كثير. طبعا أنا أتمنى من كل قلبي أن يعطي الرئيس والحكومة ظهورهم لمارتن جريفيث ولكل هذه المشاريع الوهمية التي تجعلنا نقتل أبناءنا أو نفقدهم بالتقسيط، تقسيط المريح بالنسبة للحوثي. يعني هم بوضوح شديد مرة أخرى لم يسلموا الحديدة، لم يسلموا السلاح، لم يقبلوا شراكة، لم يخرجوا من العاصمة، لم يوافقوا على دولة مدنية، لن يوافقوا على دولة ديمقراطية، لا يؤمنوا بالتعددية السياسية، لا يؤمنوا بالشراكة في السلطة والثروة، لا يعرفوا إلا أن هذا الحكم حق لهم حقيقة من الله، وأن الآخرين ليس عليهم إلا أن ينفذوا ما لازم. عبد حسين الحوثي واضحة أن الديمقراطية والدولة كلها يعني منتج فكري كفري أوروبي، الهدف منه منع تحقيق الأمر الإلهي في أن تكون السلطة بيد أهل البيت. هكذا يتكلم بوضوح ولا لبس فيه ولا غموض، كل واضح تماما. الحوثي واضح معنا تماما، نحن الذين نخدع بالمشاريع الوهمية. هو لا يقبل أي مبادرة، لن ينفذ أي ولا يقبل أي. طيب هو لا يقبل فعلا، يعني الميدان شاهد على ذلك. لكن بعد 4 سنوات من الحرب كيف تظهر هذه الميليشيات أيضا مهددة بهذه الصورة وتتحدث عن مخزون أيضا من الصواريخ البالستية؟ ما تعليق؟ أنا أؤكد لك أن الميليشيا الحوثية أضعف مما يشيعه أو ما يتصور الآخرون. هم يهزمون في كل المعارك الجهة. نحن مشكلتنا ليست معهم، مشكلتنا مع الكبار، مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، مع هذه الدول التي تدعم الحوثي صراحة، مع الدلال الذي يمنح للحوثي حتى في مؤتمر ستوكهولم كان واضح يعني تدليل مارتن جريفيث لهم بشكل يعني خجلت أنا، وأنا لست بريطانيا يعني من تلك السمجة التي أعطاها مارتن جريفيث والدلال الذي أعطيها لهم. طبعا بالنسبة لنا أنا أؤكد لك أن الجيش الوطني اليمني قادر على حسم المعركة، فقط اطلقوا للإرسال الجيش اليمني العنان. يعني المملكة العربية السعودية ودول التحالف لم تقصر في المدد اللوجستي، لا تجهضوا أو لا يجهضوا انتصارات الجيش الوطني كما حصل في الحديدة، كما يحصل في تعز، كما يحصل في نام. لا يظن الناس أن نام معطلة بفعل محلي، هي معطلة بضغط دولي، وكذلك الحال في صروحة وغيره. والذي لا يعلم يعلم الليلة هذه من خلال هذا الكلام أن هناك تعطيل لمعركة التحرير، لمعركة استعادة الدولة بدءا من صروح ومرورا بنام وانتهاء بما حصل في الحديدة وغيرها من المعارك التي يحضر الجيش الوطني والدولة الشعبية والتحالف عموما. انت ترى انت سعادة اللواء انت تصرح هنا بان هناك تعطيل للمعارك في جميع الجبهات يعني المتوقفه الان، الضغط في كل الاتجاهات. ويعني اذا كان هناك معارك في اتجاه الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي فهي تتم خارج هذه الضغوط، وانا اتمنى ان تعمم هذه التجربه، أن نعطي ظهورنا بالكامل لكل هذه المبادرات الكاذبة الخيالية الوهمية التي لن تعطي إلا مزيدا من الوقت للحوثي للاستعداد لشن المعارك والحرب على الشعب اليمني ولتجذير فكرته ولغزو مجتمع الأطفال والتلاميذ في المدارس وتسميم عقولهم وتزييف الوعي. لكن نعود إلى النقطة الأساسية التي ذكرتها قبل قليل، أن هناك ضغوط دولية لتعطيل جبهات ساخنة في معركة الجيش مع الميليشيات الحوثية. يا أستاذ أنت تعرف يا أستاذ مختار الكلام هذا كان يقول كثير الكلام كان لتراب، وأن الكلام اللي قلته هو يعني هناك ضغوط
مش بس على الجيش الوطني اليمني، حتى على دول الاتحاد، على المملكة العربية السعودية تعاني من ضغوط شديدة من المؤسسات الحكومية الأمريكية، من الكونغرس، من مجلس الشيوخ الأمريكي، من غيره يعني. جماعة الضغط الدولية، الحركة الصهيونية العالمية التي تنادي بسقوطها الحوثي، تضغط في اتجاه الحفاظ على الحوثي كحركة سياسية بمبررات لا أساس لها في الواقع، ليست موجودة. المجتمع اليمني الآن، القوى الوطنية اليمنية التي تقاتل في الميدان، قوى موحدة هدفها واحد، الدولة المدنية الديمقراطية التعددية والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة بمحتوى قانوني يؤكد على المواطنة المتساوية، دولة اتحادية مدنية. هذا الكلام أو هذه الأهداف متفق عليها من قبل كل القوى السياسية اليمنية التي تقاتل في الميدان، التي كانت في الساحات، التي كانت شريكة في اللقاء المشترك. ينبغي أن يعرف هذا الكلام، وليس هناك فرصة لأي حزب في اليمن أن ينفرد بالسلطة أو يسيطر عليها أو يدعي أي حقه، ليس لديه فرصة ولن يسمح له بهذا. لذلك المخاوف التي تطرح من الحزب السين أو الجماعة الصاد مخاوف لا أساس لها على أرض الواقع، لا أساس لها في الميدان. كل القوى السياسية تحمل راية واحدة، تحمل فكرة واحدة، الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، دولة الشراكة في السلطة والثروة والمواطنة المستوية، ولا شيء غير هذا. لكن الطعم الذي ابتلعه بعض النافذون، بعض النافذين الكبار في العالم، يؤكد على خطر الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، وأن تعطيل هذا هو تعطيل لانتصاراتهم أو انفرادهم بالسلطة. الخطر الآن محدق كما يصرح الحوثي صراحة، يعني بوضوح، على الدول الجوار بشكل عام، ليس على مصر، يهدد الرياض ويهدد أبو ظبي ويهدد دبي ويهدد حباء المنامة ويهدد كل الدول المنطقة، وإيران تهدد، قالت سنعيد العرب في الجزيرة العربية إلى ما كانوا عليه أيام محمد، حتى لم يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يدعوا الإسلام. صلى الله عليه وسلم لا نتحلل بالأحزاب أو بعض الأحزاب أو مخاوف بعض الجماعات، لأن هذه مخاوف لا أساس لها في أرض الواقع. اللواء محسن خسروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي، كل الشكر والتقدير لك سعادة اللواء. أعود إلى ضيفي هنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي. يعني سكوت الآخرين أحيانا يغري السفهاء كما يقال، هل لأن الجبهات ليست بذلك الزخم الكبير الآن الذي تتحرك فيه مثل ما كانت من قبل في كل الاتجاهات بمعركة موحدة، جعل مثل هذه الميليشيات تخرج لهدف أو لآخر وتتفاخر وتتحدث بهذه التهديدات؟ أولا أستاذ عمر، أستاذ مختار، لابد من التوضيح أنه الضغط الذي تواجه الحكومة والتحالف لإيقاف العمل العسكري فيه هو جبهة الحديدة فقط، وهذا واضح للجميع. جبهة الحديدة هي اللي مطلوب من المجتمع الدولي هدنة فيها بسبب يعني المساعي السياسية التي يقوم فيها جريفيث ومساعده رئيس فريق المراقبين. أما بقية الجبهات لا يوجد أي تعطيل لعمل الجيش اليمني. يعني أنا بودي انه يعني الاخوه اليمنيين انه ما يتقاذفون مع الاخرين انه حنا عندنا استعداد نحارب، ولكن ما في احد يمنعك من ان تحارب في بلدك اطلاقا. واللي حصل في حجور يا لازم نكون صريحين، هو عدم سند قبائل حجور من الجيش، من القوات الارضيه اللي هي الجيش اليمني. يعني نعرف في الشمال معظم القوات المقاتلة هي من الجيش اليمني ولواء العروبة وميليشيات وألويات المقاومة اليمنية، وبعضها حتى من الجنوب. يعني فنكون صريحين، في خلل في العمليات الأرضية، في ضعف واضح الآن لي أنا كمراقب لابد من الحديث فيه بين الشرعية وبين التحالف. نحن هنا وإذا فيه مشاكل لوجستية تحل،
إذا في مشاكل لابد ننبه إلى نقطة مهمة إنه نحن نتحدث عن غرفة عمليات مشتركة بين التحالف وبين وما بين الدولة تقود المعارك على الأرض، وبالتالي لا تتقدم جبهة ولا تتأخر إلا وفق رؤية القوى. أيوة هل يوجد الآن غرفة مشتركة؟ أنا ما عندي فكرة عن غرفة مشتركة، أعرف إن في غرفة عمليات جوية في الرياض هذه اللي يقوم فيها التحالف العربي، اما غرفه البريه ايضا موجوده. بريه فين موجوده؟ يعني لها قياداتها معروفه، ويعني قاده القوات المشتركه ايضا معروفين. يعني انا يعني انا لي ملاحظ سواء فيه ولا ما فيه، يعني سواء التحالف له علاقه في القصه ولا ما له علاقه، انا اقول انه العمليات الارضيه تحتاج الى جهد. ما هذا ما في شك إلى استئناف وتقريب. فيه ولا ما فيه التحالف داخل فيها ومو بداخل فيها، أنا أقول الصراحة العمليات الأرضية يحتاج لها تنسيق وقوة وتفعيل صحيح. وتسليح وزخم صحيح. وإذا فيها أخطاء من التحالف يحقق فيها. التحالف ليس مقدس، عمل بشري. إذا فيه أحد يبغى يخرب ولا يبغى ما يقوم بعمله يحاسب. يا أخي حنا في الآن أمام مصير مشترك، يعني السعودية اليوم ما هي الوحدة، السعودية مع اليمن مع الإمارات مع الخليج مع اللي معانا، اللي ما هم معانا بكيفه يروح يرتاح في مخادع أخرى. نحن اليوم نقدم تضحيات مشتركة على الأرض، وتضحيات في دماء الشهداء وفي ثرواتنا وفي أمننا، ونحن اليوم عملنا مشترك. فلازم نقول صراحة إذا في مشكلات على الأرض صحح يا أخي، يا فيه خلل واضح يعني حجور، ليش ما دعمت؟ التحالف أنا شايف أنه قاعد يضرب وينزل إنزالات جوية بالغذاء وبالدواء وبالأسلحة، هذا الجهد اللي من السماء اللي يقوم فيه التحالف. في الأرض طرحنا كذا سؤال ما لقينا أجوبة، لماذا لم تسند قبائل الحجور؟ من الذي ورق عدم إسنادها؟ هل هو ضعف في التنسيق؟ هل هو ضعف في اللوجستيات؟ هل هو يعني موقف تكتيكي؟ ما نداري. فهذه أسئلة نطرحها حنا وطرحوها اليمنيين قبلي عندك هنا بشأن العمليات الأرضية. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة العمل السياسي، التسوية السياسية يجب أنه يكون في تنسيق كامل بين التحالف وبين الحكومة الشرعية، وأنه لا يدخل علينا جريفيث بأي اختراقات. يعني هو جريفيث الآن بحلان هو مع يعني هو متورط معاهم مع الحوثيين، بيجي ياخذ تنازلات من تنازلات على حساب الدولة اليمنية وعلى حساب الأمن القومي، ما يصير. فلازم الأداء السياسي يكون صلب وقوي، ولا عندنا ما عندنا استعداد نسلف بريطانيا معروف على حساب أمننا، ولا عندنا استعداد نقدم تنازلات. أنا أقولها بالمفهم المنك. طيب. أنا أتكلم باسم الضمير الوطني السعودي. أمننا لن يتحقق إلا بسقوط هذه العصابة التي تقول أنا الله كلفني أحطم هالأمة، أحطم الشعب اليمني والشعب السعودي ومهد الطريق للخامنئي يجي يحكم مكة. هذا هو شعارهم. وقالوا لي البخيتي، قالوا لي في روس اليوم، قال لي حنا مستعدين جايين. فاللي يقول هذا الكلام يكسر رأسه يا أخي بالطائرات بالقنابل بالقذائف اللي يكون يتحقق لنا الأمن والسلام في هذه المنطقة. ما في إنصاف حلول أبدا. ولذلك أنا أقول أنه يجب يكون المواقف واضحة. الجريفيث لا عاد يجي للرياض يطلب تنازلات، ما في تنازلات في يروح للحوثة، يروح لعمان، يروح لإيران يدبر أموره. المطلوب تطبيق اتفاق ستوكهولم،
ما تطبق مع السلامة يا أخي، خلي المعركة تولع ونحقق موازين قوى. هم اللي وقفوها الأمم المتحدة، هي اللي وقفت معركة الحديدة. دعنا نتوقف عندها، لأنه معركة الحديدة أظهرت الضعف الشديد الذي كان قد وصل إليها الحوثي وليبياتيا. خسر خسارة كبيرة في هذه الجبهة. أصبحنا نسمع عن قادات توصف بأنها من الصفوف الأولى تتساقط في هذه الجبهة. الحوثي يعني مع معركة الحديدة كاد أن يسقط اليوم، وبعد سقط. توقف هذه المعركة تخرج هذه الميليشيات متفاخرة ومهددة. هذه النقطة سأخرج إلى فاصل قصير، نعود من ثم ونكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم من جديد، عدنا إليكم مشاهدينا الكرام لنكمل حلقتنا وحوارنا حول التهديدات الحوثية وتنفيذها للأجندة الإيرانية في المنطقة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي. جدد تحية لك أستاذ سليمان. ربما في 26 مارس كانت أو تأتي ذكرى عاصفة الحزم على أو قبلها بأيام تأتي هذه التهديدات الحوثية. نحن نتذكر سويا أن ناطق باسم التحالف آنذاك أشار بأنه تم تدمير أكثر من 90% ربما من المخزون الميليشيات المتحالفة آنذاك علي عبد الله صالح والحوثي من الأسلحة البالستية. كيف تقرأ هذه التهديدات في هذا الظرف بعد 4 سنوات أنا أعد من الحرب تأتي الميليشيات لتهدد من جديد؟ سمختار، تهديدات والكلام هذا ما بالضرورة عبر عن القوة الحقيقية للمتصارعين على الأرض. يعني شاهدنا ضعفهم يعني قبل شهور في الحديدة. يعني ليسوا الحوثيين أقوى من المملكة العربية السعودية ولا الإمارات ولا حتى من الجيش اليمني الحديث التكوين إطلاقا. العملية في مؤامرة دولية لعدم حصول انتصار في اليمن، هذا واضح أنه في إرادة دولية لمنع انتصار أحد في اليمن وإبقاء الأمر لكي طبعا يهمهم أن السعودية بالدرجة الأولى تكون تحت التهديد، لأنه هذا فيها يعني في الاستراتيجية فيها مكاسب للغرب، سواء تعلق الأمر بموازين القوى أو بتمزيق الأمة أو بتنصيب الأقليات على الأغلبيات. كل هذه يعني هذه متطلبات إسرائيلية. أنت لما تشوف سكوتهم عن إيران وأعمالها في سوريا، تشتغل في سوريا كأنها في بلدها، وفي العراق كأنها في بلدها، ولا أحد قال لها ولا كلمة، بل تتلقى المساعدة والدعم. هذا دليل أنه هناك استراتيجية غربية ضد الأمة العربية، ضد العرب، ضد الأمن العربي. واليوم إذا شفت العرب ولا متفرقين، ما فيه تستطيع أن تقول أنه متماسك إلا الخليج والمملكة العربية السعودية أو جزء من الخليج، بعد مو كل الخليج، حتى الخليج الآن مفتت. والحقيقة هالمؤامرة هالتفتيت هذا هو لتحقيق التكسر العربي والتجزئة العربية، وإيران وتركيا هما اللذان يحققان هذا المشروع. يعني ترامب قبل كم شهر كان بيترك سوريا ويسلمها لتركيا، وقال لأردوغان استلموا الأراضي اللي بتركها، وسلم للإيرانيين مناطق أخرى في العراق، ولا عنده مانع يسلم الأمة كلها الأمة العربية. هو سلمها لإيران بشكل كلي، حتى تركيا لم تدخل في الموضوع. نعم، وكان بيسلم أيضا أجزاء كبيرة من سوريا. أنا أقول إن الغرب هو مشكلتنا، ويجب التحرر من هذا. يعني إذا كان الغرب صديق حقيقي يساعدنا في تحقيق أمننا بالدعم. طبعا المواقف الأمريكية الأخيرة في دعم اللي طلعت من بومبيو ناتجة عن تلويحات سعودية بمصادر أخرى للتسليح ومصادر أخرى للتحالف في المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية السعودية اليوم تقف على مفترق طرق، يعني المنطقة فيها تحولات جيوسياسية ضخمة جدا.
يعني تركيا الآن تكاد تتحالف مع روسيا، لأنه الأمريكان مع الأكراد والأكراد أعداء، لا، ولم يسعف تركيا كونها عضو في الأطلسي إنها تنال دعم فيما يتعلق بالأكراد. في تحولات جيوسياسية، ومن الممكن إذا هالتلاعب يستمر، هالتلاعب الغربي، والرسالة موجهة للعواصم الغربية، إذا هالتلاعب يستمر من الممكن نجد بكرة، يعني بكرة يعني في السنوات القادمة في المستوى المنظور، في المستقبل المنظور، تغير في التحالفات، تغير في الجيوسياسية، تغيرات جيوسياسية، لأنه إذا هم بيحطوا لإيران في اليمن يحكم اليمن ويهددني مثل ما حزب الله، المملكة العربية السعودية لن تقبل بهذا، وستبحث عن أصدقاء آخرين وعن حلفاء، وربما هناك تحرك، بدأ التحرك في هذا الاتجاه، بدأ التحرك في هذا الاتجاه واضح، وهم تلقوا الرسالة. أنت لو لاحظت أنه لما وزير الخارجية الروسي لافروف جاء للرياض في نفس اليوم صدرت تقارير من واشنطن عن أنه صفقة ثاد بدأت تصنيعها، وأن إجراءات مرحلتها الأولى تحركت، هو لأنه الغربيين يعرفون أنه روسيا متوثبة ومستعدة ومتحفزة لملء الفراغ اللي يتركونه هم الحين، هم اللي يصنعون الفراغات، الغربيين هم اللي يصنعون الفراغات من أجل أن تبقى هذه المنطقة غير متماسكة. أنا أقول اليوم أنه ما في مجال، ما فيه إلا أنه لا نصغي الآذان إلى هذه الضغوطات، لأنه تسليم الحديدة وتسليم البحر الأحمر، والله ما عاد ينفعك لا منظمة تجي تسويها لأمن البحر الأحمر ولا اتحاد ولا شيء، إذا هم أنت ما تطلع الحوثيين من الحديدة وموانئها. طيب اسمح لي أستاذ سليمان، تأخرنا قليلا على ضيفنا الصحفي محمد المخلافي المحلل السياسي من القاهرة. أستاذ محمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا ضيفك الكريم. نضيفنا هنا الأستاذ سليمان العكيري المحلل السياسي، ونحن نتحدث عن تهديدات الحوثية الأخيرة وتنفيذها الأجندة الإيرانية في المنطقة، ولعلك اطلعت عليها أو تابعتها، ماذا تعني هذه التهديدات في هذا التوقيت؟ حقيقة الميليشيات الحوثية بهذه التهديدات هي وصلت إلى السقف الأعلى من دورها الذي يراد أن يكون موجود في اليمن وفي خاصة الجزيرة العربية، وهي الضغط على المملكة العربية السعودية من كافة الاتجاهات. إيران لديها أذرع في المنطقة تتحرك، بدأت تتشكل خلال السنوات الأخيرة وعقب الأحداث التي ألمت في المنطقة بعد 2011، وكانت هناك يعني تمدد، أو كان هناك تمدد كبير في سوريا، في لبنان كذلك نشهد تطورات كبيرة حتى في الأمور السياسية داخل العاصمة، العراق وربما البحرين لولا درع الجزيرة العربية، وكان خاتمة الموضوع في اليمن، وكان هناك أيضا تحركات في مصر لي الاتجاه في هذه الاستراتيجية لمحاصرة الخليج من كافة الاتجاهات. أنا في اعتقادي أنه هناك ضغط أمريكي كبير على إيران بالعقوبات الأخيرة، وهناك كذلك تحرك عسكري أمريكي في الخليج العربي، أو ما تحاول إيران تسميته الخليج الفارسي، وعلى مضيق باب أو مضيق هرمز تحاول كذلك أن تستعيض عن الهجمات أو التهديدات التي كانت تهدد بها بأن تقطع هذا المضيق أو تقفله بتهديدات على مضيق مماثل له، ربما أهميته بالنسبة للعالم أكثر بحكم أنه مضيق هرمز تمر عبره ناقلات النفط بالتحديد، لكن مضيق باب المندب تمر عن طريقه يعني جزء كبير من التجارة العالمية، تجارة شرق آسيا وتواصلها مع أوروبا ومع أمريكا. كل هذه الأمور جعلت من اليمن موطئ قدم مهم جدا لإيران، والميليشيات الحوثية بغبائها السياسي والعسكري استعجلت كثيرا في
إيصال هذه التهديدات بإقامة المناورات على حدود المنطقة. طيب أستاذ محمد، لو أخذنا تهديدات الميليشيات الحوثية بأن على محمل الجد، يعني والآن هي تتحدث عن أهداف بنك أهداف سوف تستهدفها، تتحدث عن تصنيع لصواريخ يعني قالت محلية 100%، تتحدث عن طائرات، كيف يمكن لها أن تنتقل هذه النقلة في غضون سنوات؟ يا عزيزي، بالنسبة لمسألة أنه الموضوع هذا أنه هذه الصواريخ مصنعة في اليمن 100%، فهذه كذبة كبيرة لا يستطيع أحد أن يصدقها مهما بلغت دناءة درجة العلمية أو محدودية تفكيره. لكن بالنسبة للوصول إلى مدى أبعد، إذا كانت الصواريخ مهربة وإذا كانت الميليشيات الحوثية استغلت الهدنة الذي قام بها مارتن جريفيث في الحديدة وهدوء بعض المناطق وإشعال بعض المناطق الأخرى لتهريب هذه الأسلحة أو طائرات الدرونز، ونحن شاهدنا كذلك العروض العسكرية التي قامت بها إيران مؤخرا لطائراتها بدون طيار في المناطق التي تسيطر عليها في الخليج العربي. هذا يدل على أنه هناك توجه لهذه الاستراتيجية العسكرية مستقبلا ربما أكثر من الصواريخ، لأنه هناك مقارنة بالصواريخ صناعة الدرونز والكاميرات واستخدامها عبر الانترنت وعبر الأقمار الصناعية يعد أقل تكلفة وتهريبها يكون أسهل. الصواريخ إيران عكفت على تطويرها لما يزيد عن 30 سنة، ولم تصل إلى هذه التقنية إلا خلال السنوات الأخيرة، استطاعت أن تصل لأبعاد معينة، فكيف بميليشيات أتت من الكهوف أن تقوم بتطوير صواريخ بهذه السرعة؟ يعني أنت تشير هنا إلى عملية تهريب. هناك عملية تهريب بالتأكيد، وهناك أيضا خبراء لبنانيين وإيرانيين موجودين داخل اليمن، تهريب مواد وتهريب خبراء، أيوة، مختصين بعملية التجميع، لأنه هذه القطاع يتم تهريبها، ولدينا أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل، وللأسف هناك يعني بعض التيارات تعمل على تهريب هذه الأسلحة، الميليشيات الحوثية، وهناك متعاونين محليين، لأنه في اليمن سبب الأوضاع الاقتصادية يسهل أن تجد طريقا لتهريب بعض الأسلحة حتى وإن كانت من مناطق الشعبية. الأستاذ محمد المخلافي، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، أشكرك جزيل الشكر، وأرجع للأستاذ سليمان العكلي. إذن عملية التهريب، هل ما زال الباب مفتوحا على مصراعيه حتى تتحدث الميليشيات بأنها كل يوم تنتج هذه الإنتاجات كما تقول؟ هذه الإنتاجات إن صحت فمعنى أن كل ما تريده الميليشيات الحوثية يصل إليها، سواء من خبراء يقومون بتجميع وتصنيع هذه الأشياء أو مواد يجمعونها وينتجون منها. أنا لما تحدثت عن 6 شاحنات التي جاءت من موانئ شبوة إلى الحوثيين في البيضة أو في إب، في البيضة أظن، في البيضة أي، هجمت من قبل بعض أنصار المجلس الانتقالي ويعني قالوا في ما لم يقله مالك في الخمرة، لكنه أنا مصر على أن نكون صريحين في الاختراقات الحاصلة الآن في اليمن، في خط من الجنوب يجي من رأس علي مدري ميناء علي مدري اللي في شبوة والموانئ المجاورة اللي يجيبون الصيادين، وطبعا فيه فلوس زي ما تفضلت أنت قبل شوي، في حالة الفقر كل انبي يتكسب. وأنت إذا لاحظت أن الحوثي مصر على التواجد في محافظات صحيح. جنوبية قريبة من الساحل البحر العرب، لماذا؟ لأنه يريد أن يكون قريب من الإمدادات، لما حوصر في البحر الأحمر التفت من هناك، وفيه طبعا احنا ما نتهم حزب معين ولا، لكن فيه ناس يسهلون عملية وصول الامدادات من شواطئ ابيان، وانا الحقيقة ماني مرتاح للوضع في شواطئ ابيان وشبوة وحتى المكلا، يعني شواطئ هذه ثغرة
وأنا أرجو من التحالف أنه ينتبه لها وبالمراقبة البحرية وبالمراقبة الجوية، لأنه هذه تبين أنها ثغرة. وحنا نعرف أن في خيوط اتصال بين الانتقالي والحوثيين، وأنه إيران راعية لهما كلاهما. واليوم أنت إذا نبغى نتحدث بصراحة، اليوم الزبيدي في موسكو كأنه يقدم نفسه لمحور إيران موسكو، ها؟ محور الإيراني لكن بعيدا عن إيران الروسي حليفها روسيا، أي روسيا، ويعني كأنه يقول للروس تعالوا، والروس جزء من المحور الإيراني في المنطقة، يبحثوا عن طبعا الروس وما يعرفون أنه قيمة الدروس الزبيدي ما هي في قيمة المملكة العربية السعودية. يعني هذا مسكين، هذا يحلم، هو يحلم أنه يسوي، لكنهم يبحثون عن قائد يفاوض وهذا، لكنه طبعا الروس لهم اتصالات مع القيادة السعودية ويعرفون الوضع في اليمن وثغراته وتوازناته. ففيه اختراقات واضحة الآن في ونتمنى أنه يعني يركز على الجبهة الجنوبية دي، إب على البيضة لطرد الحوثي، ووضع استحكامات حزام من الجيش اليمني ذو العقيدة المخلصة للقضية اليمنية، وبحيث أنه يسد على هذا الخط. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة أنه لابد من بلورة مقاربة جديدة للتحالف مع الحكومة الشرعية. يعني نقعد حنا يضرب بعضنا بعض في الإعلام والحزب الفلاني والجيش الفلاني والحكومة وتمزيق هذا الحلف، من الذي يستفيد من تمزيق هذا الحلف الذي يحارب أعداء الأمة الإيرانيون ووكلاءهم؟ من الذي يستفيد؟ أنا أريد أن أسأل وليجيبني من يجيب. الحوثيون بلا شك. من يستفيد من تمزيق التحالف؟ ومن يستفيد من تمزيق الوحدة اليمنية؟ لنا ألف ملاحظة على أحزاب اليمن كلها، ها؟ لكن ما هو وقته نقول لفلان أنت خائن وأنت مدري إيش عميل وأنت هذا. اليمنيين بيحررون أرضهم، يحررونها، ما يحررون كيفهم. إحنا لنا طرائقنا في التواصل مع الشرفاء في اليمن. أما الحروب الأهلية فيها المخلص وفيها غير المخلص وفيها المتكسب وفيها كل اللون. لكن ما هو وقته أني أقول هذا فلان وهذا ووزع الوطنية على كيفي، وأمزق هذا الحلف الذي أنشأه الملك سلمان، حلف العزم والحزم الذي التحالف العربي يسمي بالتحالف العربي والمتكون من الأمة اليمنية. لا يمكن أنه نقعد حنا نضرب في أحزاب اليمن اللي ما يعجبنا واللي يعجبنا وحنا لسه ما سوينا شيء. المفروض الآن مقاربة جديدة، اليمنيون يلتحقون، يا يعني الحكومة اليمنية ترعى مؤتمر وطني، ها، ويا إنها أيضا تشوف طريقة لجيش شعبي. إذا الجيش الرسمي مخترق أو في اختلالات ينشأ جيش شعبي. يا أخي قاسم سليماني يفتخر إنه درب 100,000 عراقي و100,000 سوري يضرب فيهم الشعب العراقي والسوري. ما تقدر في اليمن أن تسوي جيش شعبي 100,000 مقاتل وتأمن لهم وسائل التدريب وتأمن أسرهم وتشتغل مثل ما يشتغلون الآخرين. يعني ما دام قد بني الجيش تعالج الاختلالات وتوسع، تعالج الاختلالات ونذهب إلى إنتاج مثلا مجاميع أخرى. إذن النقطة الأولى قطع الإمدادات القادمة من الجنوب، ها؟ نعم. واللي واضح أنه المجلس الانتقالي ربما يغض الطرف عنها إذا لم يكن مشارك فيها. ثانيا بلورت مقاربة جديدة
يعني تجمع الأمة اليمنية وتجمع التحالف وتوقف هذا النزل. يعني ما لنا مصلحة إنه نقعد كل واحد يسب الثاني، كل واحد يخون الثاني، والحوثيين يهددون أبو ظبي والرياض ومدن المنطقة. أنا أعتقد إن من الحكمة إيقاف هذا، يعني ربما يكون اللي يقوم بهذا العمل المجلس الانتقالي في الجنوب أو غيره لأسباب تفتيت هالجبهة ذي ويخدمون إيران أو غير إيران ما أدري. أنا أعتقد أنه من المفترض أنه اليوم اليمنيين أولا تكون كلمتهم واحدة ويتوحدون مع التحالف العربي في مقاربة جديدة لاستكمال المعركة. طبعا الحديدة الآن الظرف الدولي فيها واضح، لكنه الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي وحتى الشرق والجبهات الجنوبية الشرقية كلها مفتوحة. وصلنا إلى الختام، وختامه مسك كما يقال منك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي. ما نحتاجه في هذه المرحلة فعلا هو مقاربة تجمع اليمنيين وتوحد جهودهم ضد هدف واحد وهو تخليص اليمن من الميليشيات الإيرانية. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كل الشكر والتقدير لكل ضيوف الذين دخلوا معنا في هذه الحلقة، ولكم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.